بسم الله الرحمن الرحيم. أزيد المتطلبات الصف السادس الابتدائي. ندرس النهاردة هو الدين المعاملة، هو حديث شريف. الدين المعاملة حديث شريف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه أو كلف فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير رغيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة. أخرجه أبو داود في سننه. نعيد درس تاني. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه أو كلف فوق طاقته أو أخذ من شأن بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة. أخرجه أبو داود في سننه. نشرح درسنا. هو الحديث الشريف بتاعنا ده بيدور حول فكرة أساسية، وهي حسن معاملة أهل الكتاب. فالدين ده في الدين بتاعنا هو دين المعاملة الحسنة، مش احنا مش نكون ضدهم ولا اي حاجة من الكلام ده. ده كلام الناس بتقوله عشان تولع بيننا وبينهم. والرسول صلى الله عليه وسلم اكد انه ما ينفعش ان احنا نظلم حد من اهل الكتاب، واهل الكتاب دول اللي هم المسيحيين واليهود، ويقلل من حقوقه وما يخلوش يتحمل اعباء فوق قدرته، او ناخد احنا منه حاجة من غير ما نقول له، او من غير ما هو يرضى، بدون رضاه. ولو حدث ذلك فإن الرسول هيكون له خصم يوم القيامة. يعني ايه خصم؟ خصم يعني الرسول زي المصارعة كده، هيكون اتنين شخصين في صد بعض هيضربوا بعض، لكن الرسول مش هيضرب ولا هيعمل اي حاجة. هو هيحاسبه على كل السيئات اللي هو عملها، وهيقف خصم قصاده مش معاه. المفردات اللغوية: ألا حرف تنبيه معادا، المقصود أهل الكتاب الذي بيننا وبينهم عهد ومواثيق، طاقتي وقدرتي بغير طيب نفس بغير رضا منه، حججوه خصمه ومقيم عليه الحجة، والحجة هي الدليل أو البرهان. يدور الحديث حول فكرة أساسية، هي حسن معاملة أهل الكتاب في الدين هو المعاملة الحسنة. ويؤكد الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لا يصح أن يظلم أحد من أهل العقائد الأخرى بأن يقلل من حقوقه أو يتحمل أعباء فوق قدرته أو يؤخذ منه شيء دون رضاه. وإذا حدث ذلك فإن الرسول صلى الله عليه وسلم سيكون خصما للظالم ومقيم عليه حجة ومقيم الحجة عليه يوم القيامة. مواطن الجمال معاهدا، استخدام هذه الكلمة يشير إلى أن الإسلام يحترم العهود والمواثيق ويحافظ عليها بغير طيب نفس. تعبير يشير إلى أن الأساس المعاملة هي الرضا والقبول. أنا حجيجه، تعبير يفيد شدة التحذير من أن يتعرض أحد لأن يخاصمه الرسول صلى الله عليه وسلم ويقيم عليه الحجة إذا أساء معاملة أحد من أهل الكتاب. خلاصة الدرس: الرسول صلى الله عليه وسلم أوصانا بحسن معاملة أهل الكتاب. المقصود بأهل الكتاب هم الذين بيننا وبينهم عهود ومواثيق. جزاء من ظلم معاهدا أو انتقصه أو أخذ منه شيئا دون رضاه هو أن يكون الرسول خصمه في يوم القيامة. أسئلة لنا: ضع علامة صح أو علامة خطأ. احترام حقوق غير المسلمين غير واجب، خطأ. لازم نحترم حقوقه، أو التعديل احترام حقوق المسلمين حقوق غير المسلمين واجب. حسن معاملة المعاهد تنفيذ أمر الرسول صح. يقف الرسول صلى الله عليه وسلم مع من يصدم المعاهد، خطأ. التسامح مع الناس خلق ديني عظيم، صح. الواجب المنزلي، الإجابة هتكون أسفل الفيديو إن شاء الله. السؤال الأول: إلى ما يدعو الحديث الشريف؟ السؤال الثاني: ما الفكرة الرئيسية التي تدور حولها الحديث الشريف؟ السؤال الثالث: ماذا نتعلم هذا الحديث معاملتنا مع غيرنا من أهل الذمة؟ كده نكون خلصنا درسنا السؤال، وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في نهاية الدرس نرفع شعار كلنا أخوات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.